أعزائي المشاهدين، فيس أوف وتنطلق المعركة على الكاس، كأس العرب 2023 من نصيب الأزرق بإذن الله. يلا يا شباب، بسم الله، فيس أوف، توكلنا على الله. لبنان هذه المباراة هجمة لبنانية، هجمة خطرة، ملعب الأزرق غلطة من آدم، والله ستر، ركز معاي، والله ستر، طرد الأزرق بوايد فترة أطول، وترجع إيليا، 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 1-0 الأزرق، 1-0 الأزرق، 1 الأزرق، إيليا ما يرحم، يا سلام، يا سلام، الكويت 1، لبنان 0، يا سلام، الأزرق يتقدم، الكويت 1، لبنان 0. يا سلام، العب، اي يا سلام، موجود هذا اللاعب إيليا، سكر 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 يا شباب، سكر، هانت، انتو قدها، والتسديد، لبنان يعدل النتيجة، لبنان 1-1، الأزرق كان ناقص، وكل ثقة بالأزرق يرجع، كل ثقة بالأزرق يرجع بإذن الله. يلا يا شباب، الحين الأزرقكم، الحين نشجعكم، هدف غريب، هدف غريب، يعني مشت بطريقة غريبة جدا. محاولة ومرور خطرة، الهدف الثاني، النكس يؤدي إلى الخطورة، اثنين واحد، يلا يا الهدف، ثلاثة واحد، عدة مرات علي السراق، يلا يا ابو علوه، يلا يا علي، توماس، الجول الثاني، قلت لك عودنا يرجع، 3-2 الازرق، برافو، اسست علي السراق ولا اروع، جول، هدف الازرق، توماس بيرناك، 3-2،
يا السلام يا السلام. يلا يا شباب والتسديد يا السلام. التعادل من الأزرق. قلت لك يرجع، قلت لك يرجع، الأزرق يرجع 3-3. برافو يا شباب، الكويت تعدلها بدقائق قليلة، يرجع الأزرق يا السلام. أهداف ولا أروع، الأزرق يرجع. تغير اتجاه إيليا، والله إيليا لمس آخر واحد، هذا إيليا يلمس البك بأي طريقة يسبب خطورة. 3-3 في هذا الشوط. هنريك يكسب الفيس اوف، لا الابعاد ما يتم بشكل ناجح. بويان تسديده، برافو برافو بويان بويان. 4-3 فاجع الحارس وحطها. الكويت الرابع، قلت لك الاستغلال واللعب ذكاء والجول رهيب. ويا ابو الجول يا ابو الجول، الجدارة واستحقاق. الأزرق الرابع الرابع يا شباب، عاشوا الأزرق. بويان هو التسديد، يجيبها صدها واسبح يا بويان. يا السلام عزيز الخشام بويان ورفاقه. لبنان 4 الكويت 4، 4-3 للأزرق من 14 محاولة. والتسديد أربعة أربعة. لبنان تعدل النتيجة، النكسة يا شباب. استقبلنا 3 أهداف وإحنا ناقصين، ولا زلت تصرون على الأعصاب والطرد. بعد الهدف الأزرق يكمل صفوفه. شوف الهدف، تسديدة جميلة جدا. لا زال البحث مستمر من الفريقين. الخامس من لبنان. الخامس أيضاً. الخامس أربعة. لبنان تتقدم. الأزرق يرجع يتأخر في النتيجة، ولكن بإذن الله يرجع مرة ثانية. رجع عدة مرات وتقدم. والتسديد تصدي. تلعب هجوم ومرور في زون الأزرق. الابعاد يا شباب الزامي، والبحث عن التعادل الزامي. هدف هدف. 6-4 6-4 لبنان. يتأخر الأزرق فرق هدفين. 6-4 لبنان. بداية الشوط الثالث، الأزرق يتأخر فرق هدفين وباقي 19 دقيقة من الشوط الثالث. فيس أوف في النيوترال زون.
لبنان ريح اكثر الحين، فرق اثنين واخر شوط، والازرق مو راضي يستغل النكس، ولكن ان شاء الله نشوف تغيير في هذا الشوط. 6-4 لبنان، والتسديد سبعة أربعة. هدف جميل السابع للبنان. الأزرق الشوط الثالث بصورة مختلفة، غريبة فورمة الأزرق في الشوط الثالث، يتأخر فرق ثلاثة. خطيرة ألكساندر، محاولة خطيرة، الثامن ثمانية أربعة. الأزرق والمهمة تزداد صعوبة. 2 minute penalty. جاسم العضدي. الثواني الأخيرة. التاسع. من واكب. مرتدة 19. التسديد والتسجيل 9-4 لبنان. 4 لبنان يحصد البطولة، والأزرق الوصيف مبروك، وشرفتونا يا الأزرق. الآن اختيار أفضل لاعب. أفضل لاعب من الفريقين. جمعة صار لاعب فريق لبنان، والآن يتم تشغيل النشيد الوطني اللبناني، ومن ثم تتويج الفرق
ألف مبروك لبنان، حظ أوفر لباقي الفرق، أداء مشرف من الأزرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.